ست سنة بدنا لك مساء الخير واهلا وسهلا فيك يا عبر موقع خبر عاجل. مساء النور. بتشرفينا اليوم بلقاء لتوضيح. اول شيء خلينا نحكي توضيح لحسام النايمني، صحيح، اللي يعني في طرفين، في طرف اول وفي طرف تاني، ونحن كصحافه طبعا ما بنتبنى موقف اي طرف الا الراي العام والقانون والقضاه، والقانون هو اللي بيتبنى هالشيء، وهو بيحسم الحق بالنهايه بين الطرفين، وهذا الصح. ما فينا نكون بين طرف لانه في قانون بده، صح. اول شيء السؤال الاول اللي بدي اسالك اياه، انه كان في صداقه بتربط ست رباب مع حسام منيني بال 2007، إذا عندي معلومات خطأ يمكن صحيح. 2008 بالبداية كيف تم اللقاء بيناتهم؟ كيف تعرفوا مع بعض؟ بس قبل ما تقولي لي، أنا وصلني خبر من الست رباب باللقاء اللي عملته معه، إنه تم اللقاء معه هو على أساس إنه هو بيشتغل عندهم بالشركة، وبعدين عرف المخرج سعيد المروق عليها من خلال حسام. بس كحسام شخصيا كيف تم التعارف على الست رباب؟ هلا كيف تم التعارف بين موكلي حسام منيمني وبين ست رباب؟ هيدا موضوع شخصي كتير، وانا حقيقه بتحفظ عليه كليا، بتحفظ كليا، لانه هيدي بتطال حياه الشخص بحد ذاته، وانا بتركها لحين ما راجع موكلي على طبيعه العلاقه وكيف بدت العلاقه وشو هي العلاقه. هلا انت بتتحفظ عليه، ولكن احنا معلوماتنا بتقول انه تم التعارف بالمندلون، وكان الفنان رامي عياش موجود، ودعيهم على طاولته، كانت موجوده ست رباب، هذه معلومات خاصه لحنا، صحيح 100%، صح. ومن هون تم اللقاء ما بين الطرفين. نحن بغض النظر عن اللقاء وطبيعه اللقاء وين حصل اللقاء، نحن هلا حقيقه قدام ملف قضائي، بغض النظر عن طبيعه العلاقه وشو هي وكيف تمت، نحن قدام ملف قضائي للأسف. ست رباب عم تعمل منه عبر وسائل الإعلام ضجة إعلامية، ما عرفنا شو السبب، ونحن طالما هي لجأت على القضاء وعندها ملف قضائي ومؤمنة بالقضاء مثل ما نحن مؤمنين وعطول مؤمنين بالقضاء، نحن مننتظر لحتى لي هالملف القضائي ياخد مجرى يلي عنا كل المستندات يلي بتقول عكس تماماً ما عم تقول ست رباب. طب خلينا نبلش نقطة نقطة. نعم. ونحن بنرجع بنأكد، وأنا قلتها باللقاء، إنه نحن ما في شيء منأكد عليه إلا من بعد وثيقة، صحيح، أو دليل، صحيح، ولا يقطع الشك باليقين 100%. إلا صحيح. ست رباب بتقول إنه حسام كانت هي موكلته على كل شيء خصه فيها بأعمالها وبأموالها وبممتلكاتها. تتفاجأ بحسام يوم ما اللي هي عطته شقة بجديدة ليهتم فيها وعملت له فيها توكيل، صارت باسمه، سجلها باسمه دون علمه. نعم. فلحنا بدنا توضيح على هذا الموضوع، طيب. وبالدليل أكيد. طيب بالدليل، لما عم تقول ست رباب أنه هو حسام بتقول عكس هيك، بتقول أنا حولت له مصاري ليشتري لي شقة بيقوم اشتريها لنفسه. 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 هالشي أنا حأبرز لك هون، سند توكيل باعي قاري غير قابل للعزل، موقع من ست رباب معروف عطوي قدام كاتب عدل الاستاذ شادي رمال، ورقمه 14385 على 2009. نعم. بموجبه وكلت اخوه لحسام عبد السلام منيمني لحتى يسجل هالعقار تحديدا لمصلحه حسام منيمني. نعم. وبهالتوكيل هيدا، يعني هذا السند توكيل لخيه لحتى يسجل تحديدا لحسام. وبتقول فيه هون انه هي وكالة غير قابلة للعزل، مبرئة ذمة الوكيل والشاري من اي محاسبة لوصول الثمن. يعني هون برأت انه وصل لثمن، وصل لثمن. هي لما ست رباب اشتريت هيدا شقتها، هيدا؟ نعم، هيدي ب 2009 نعم ب 2009 بعشرة كانون الاول 2009. نعم. لما هي ست رباب اساسا هي الشقة هي شريتها بموجب عقد بيع ممسوح دافع حقها بال 2007. نعم. لما هي بعدين بال 2009 بيعته لحسام، معناتها لا أخذ مصاري ولا هرب مصاري ولا أخذ لشقة ولا تصرف لبالشقة. هي إنسانة راشدة وواعية وسيدة أعمال، وقعت على هالوكالة هيدي، وهيدي بالقانون وبتعني أنه هي باعته هالعقار واستلمت منه كامل الثمن وبرأت له زمته. بقى هيدا الموضوع إذا بتريد أنا بتمنى أنه ما بقى ينحكى فيه،
حرام التشهير بالناس وعيب التشهير بالناس. نعم. حسام منيمني ابن عائلة كريمة وإنسان معروف ومرتب ومحترم، مش ما كل ما طلع واحد لحتى لي يحكي عن شخص يزم فيه ويشهر فيه هيك من بلا شيء. عنده مستندات تبرزهم، أنا عم حط مستند هوني. نعم. بتقول هي حولت له المال وأخذ له واشترى الشقة، أنا عم حط هالوكالة. عنده شيء ضد؟ بس احنا وقت الثانية انه انت حولتي مال، قلت لي انا معي ورقة بتحويل المصاري، ونحن بالمقابل غير الشقة هي حولت مال مشان شراء سيارات ومشان شيء تاني. هذا موضوع تحويل آخر. كل تحويل شقة. وصل ان لعند حسام منيمني عندي الاثبات المستند يلي بيقول انه رجع عن جديد انشرى فيه شيء لمصلحتها، وكله موثق، وانا دول كلهم بقدمهم للقضاء. مدام رباب بتقول انه اكتشفت انه سجل الشقة باسمه من خلال وقت اللي كان عم بيهرب من الجمارك بضاعة إلكترونية، يعني كان هو السبب اكتشاف لهذا الموضوع. شو قصة تهريب البضاعة بدون جمرك كمان؟ أول شيء عم تخلط الأمور ببعضهم. إذا عم تقصد قضية الجمارك، البضاعة مش لحسام، والبضاعة هلأ بال2013 توكيل عمل بال2009، شو خص ال2009 بال2013 وشو خص الجمارك فيها؟ حسام عنده مؤسسة تجارية من 2007 تتعاطى كل، هلأ بعطيك وراء، هلأ بدي شوف هوني شو. باسم حسام منيمني عنده مؤسسته قبل ما يتعرف على رباب، وقبل ما يكون له علاقة معه، وقبل كل هالتفاصيل. انه هل يعني اذا هو بيعرف على ست رباب معناتها هو بده ما يعمل ولا تجارة؟ بعدين شو قصدك بكلمة قبل ما يكون معه علاقة معه؟ معرفة سألوا ست رباب. نحن يعني طيب هلا نحن في موضوع بياخذنا لمحل كتير بعيد، تنكون كتير موضوعيين وصادقين مع نفسنا قبل ما نكون مع الاخرين واللي عم يسمعونا. في تهمه ثانيه، تهمه سرقه المجوهرات والخزنه. انا سالت الست رباب، قلت لها انه كيف حسام بيفوت على غرفه النوم وبيفتح الخزنه، يعني معناتها معه ارقام الخزنه، ولما شخص يكون معه ارقام الخزنه يعني هالقد بيكون في ثقة، هالقد بيكون في علاقة قوية بين الطرفين. هون حول هيدي العلاقة في علامة استفهام كتير كبيرة، ما حدا بيقدر يترجمها إلا بدليل. يعني حضرتي كمحامية، محامية حسام ومحامية بشكل عام، أنت شو بتحللي، شو بتترجمي إنه واحد يفوت على أوضة نومك ويفوت على خزنتك ويفتح خزنتك أرقامه، معك الرقم، يعني هالقد في ثقة بين الطرفين؟ اول شيء هذا الست رباب بتقول انه في ثقه كثير كبيره ويوكلوا على كل شيء. هذا الكلام عاري عن الصحه تماما. يلي قدر يفبرك ويركب انه هو تحول له مصاري لحتى يشتري له شقه واخذ المصريات وحط الشقه باسمه، قادر يحكي عن خزنه مفتوحه وقادر يحكي البديل. بس عندها هي دليل عم بتقول تقدم الادله للقضاء، مش تقدم الادله. نحن عم نطلب منها، هلا انا عم بطلب منها عبر حضرتك، تقدم الدليل للقضاء، تجيب الادله الجنائيه، ترفع البصمات، تحط الكاميرات، تعمل اللي بدك اياه. كيف يعني من وين لوين بده يجي حسام يفتح له خزنه ولا يسرق له عقد وساعه؟ وهي كمان بتقول اكثر من هيك، سرق له مبلغ من المصاري، بتقول بدك اياه، وراق ثبوتيه كمان، وراق ثبوتيه. ما هي عم تحكي اساسا، بتقول شغله وبترجع هي اساسا بتناقض نفسها. انت حضرتك لما سالتها انه فيها اوراق ثبوتيه، قالت لك ايه، قلت لك كيف بدك تبيني حقك، قالت لك انا جبتهم برجع بجيبهم من المحامي اللي هو عمله. هي مساهمه بهالشركه اللي تاسست معه ومع حسام ومع سعيد الماروق. نعم. واوراق او قيود السجل التجاري هي قيود شهر لكل الناس تقدر تجيبهم. كيف كيف اذا كانت هي مساهمه فيها تبعت اي حدا من قبلها بموجب وكاله كتير عاديه تسحب كل الوراق وما في اي مشكل فيهم؟ ليه بده يسرق حسام؟ لا ما هي هيك قالت، قلت لها انا كيف بدك تعطي دليل ما زال حسام سرق الوراق؟ قلت لي بقدر اجيبهم مطرح ما المحامي. عال تجيبهم. ليك يا استاذ زكريا، كل انسان بيقدر يحكي بالطريقه اللي بده اياها، طبيعي، ما في ما حدا، بس ما بيقدر يحكي لحد معين، ما يوصل لمرحله انه الانسان يبلش يفبرك ويحكي الاشياء اللي بده اياها. قضيه خزنه وسرقه خزنه هيدي مركبه 100% بالمية، مفبركه 100%. معلش حسام لانه لا سمح الله ابن شارع، ولانه سرق خزنات، ولانه اساسا من هالنوع. لما هي بدها تحكي هالشيء، بدها تتهمه باي تهمه، تروح على ملف هي اللي قدمته بالقضاء وتحط هالدلائل اللي ضده، ونحن جاهزين، ما عندنا اي مشكل. هي اعلنت الحرب ونحن قبلناها. كل انسان عنده مستند يبرزه للقضاء
ويشوف التاني شو عنده مستندات. طب هون هيدا الموضوع بيخدني لسؤال تاني، انه ما زال حسام ما عمل كل هالقصص، ليش حسام ما حضر بالجلسة؟ إيه؟ وليش هربين حسام؟ منو هربين حسام، لما بلغوه لحسام حسام كان اوريدي كان برا، هو بألمانيا ببلد ما هو، هو هلا يمكن يكون بلبنان شو عرفني. هلا هو حسام لما بلغوه ليحضر الجلسة ما كان حسام بلبنان. نعم. بس ولا انه هربين، هيدا السبب ابدا، ما في سبب تاني، عنده اشغاله برا وهو حيحضر اي جلسة هلا بتنعقد وبتصير. نعم. بالنسبة للشراكة اللي صارت بين هلا مدام رباب، بتقول انه حسام هو اللي عرفها على المخرج سعيد المرغوب. نعم. وتعرفوا على بعضهم وتمت الشراكة بيناتهم على أساس يعملوا شركة ويعملوا مشروع كتير كبير بعد ما تساوى بالشرق الأوسط وفعلا هيك المشروع. نعم. واشترى مستودع، بس خلينا نكون واضحين ودقيقين باللي عم بيصير، اشترى مستودع ببيروت، وهذا المستودع بالعقد بيكون مكتوب فيه انه هذا لا يصلح إلى مخزن. قلت له طب ما زال ما بيصلح إلى مخزن، ليش اشتريته أساسا؟ قلت لي أنا معي خبر ما كنت موجودة معه، هو قري الوراق مفروض يعرف انه موجود، انه مكتوب الى مخزن، ليش ليشتري اساسا؟ فاجا ليحوله لاستديو وتفاصيل، ناس وقفوا منعوه. مضطر اقول انه نقال بالحديث انه بنته لرئيس بري الى يد بالموضوع، ما الى يد، هي من احد الساكنين بالبنايه والى حق، منعت ماشي، منعوا لجنة البناية. ليش عم هي عم تدور معنا شيء دائما بدها تحط اسم؟ ما نحن عم نوضح السياسة مش مظبوط، نحن عم نقول شو قال ونحن كان ما كان في أي تصادم بين بنته للرئيس مباشر مع ما سعيد المرغوب أبدا، كانوا عم يحكوا كلجنة بناية، ومن هاللجنة هيدي موجودة هي. ما في نزاع شخصي معها ولا هي اللي كانت. طب السؤال هون إنه كمان يعني بيجي بقول لك خلينا نكون كتير صريحين وواضحين، ما زال عرف سعيد إنه لا يصلح الى مخزن، ليش اصر انه ياخذ؟ كل لك بدي اقول لك، كل الابنيه يلي فيها من ديبويات من هالنوع بتفوت انت على المنطقه اللي هي فيها كلياتها بيكتبوا عليها على الصحيفه العينيه هي مخزن. وانما بتطلع فيها بتلاقي مؤسسات تجاريه، في عنا المؤسسات كلياتها مؤسسات تجاريه من كل الانواع. بالوقت يلي كان سعيد عم يشتغل باعمال الديكور ويخلصها، كان عم يستحصل على الترخيص واستحصل عليه. حلو. واستحصل عليه. وليه صار مثلا اعتراض؟ ما زال استحصل على الترخيص، استحصل عليه لانه لقوا انه الشروط اللي عم بيقوم فيها. هلا انا بفضل هالموضوع تطرحوه على استاذ سعيد المرغوب او بالمؤتمر او على وكيله الاستاذ رائد حمدان، لانه عنده التفاصيل اكثر مني. بس انا بدي احكي بموضوع تاني، لما هي عم تقول انه هن اعطته المصريات وتبين انه هذا مشروع وهمي. المشروع ابدا منه وهمي، المشروع انشرى في عقار هلا مخمنينه البنك بيبلوس بحوالي 4 مليون دولار، انشرى بمليون ومدري قديه، صار حوالي 4 مليون دولار المشروع ككل، البنا العقار ككل. كعقار سعيد المرغوب اذا ان شاء الله هو بكره بيعرضهم بمؤتمره، شو عمل بهالمكان هيدا ليقدر يعمل هالشركه بطريقه جدا متطوره، وقد ايه اخذ منه شغل 3 سنين 4 سنين، وسعيد المرغوب 24 ساعه على 24 عم يركض ورا المعاملات ورا الديكورات ورا الاشياء. بتعرف حضرتك انه الاشياء الشركه من هالنوع بدها كتير تفاصيل دقيقه سواء هو بلش طبعا وين صار تقريبا فيه يعني صار تقريبا حينتهي، يعني دافع عليه مصاري كتير طبعا، دافع أكتر من المال اللي هي محولته. بعدين هي عم بتقول 4,600,000، طيب ما هني في 1,600,000 اشتروا 9% من حصص سعيد المرغوب بالشركة. زوجة سيد عباد اشترى 9% من حصص سعيد المرغوب ودفعوا لهم وموثقين عن كتب العدل. وفي 15% لحسام من المصريين. 15% أقرت رباب أنه هي كانت الكوميشن تبعه. وين احتياله لحسام؟ لا هي ما نكرت هيدا الموضوع. أوكي. قالت أنه له حسام 15% صحيح. من هيدا صحيح. هل 15% ما زالوا مع حسام ولا تنازل عنه؟ لا أبدا ما تنازل ولا رح يتنازل أطلاقا. وهي عم بتقول أنه تنازل، إذا عنده شيء مستند تفضل تفرجينا إياه. لا تنازل ولا رح يتنازل، وهيدا حق مكتسب لإله أبدا ما حيتنازل ككوميشن، لأنه عرفهم على بعض 100% طبيعي 100% بيبقى قضية سعيد المرغوب. هي بتقول 4,600,000 اشتروا 9% من حصصه. نعم. 1,600,000 بقى النزاع 3 مليون، سعيد دافع فوق 3 مليون لحديت هلأ، هول موثقين عنده وهني بكره بيحكوا فيهم. هول 3 مليون صرفوا من مصاريف المشروع طبعا، وفوقهم دفع منه دفع مبالغ بكره هني بيوضحوها اكثر مني، لاني انا مني وكيلته لسعيد.
أنا حسب معرفت عم بقول إنه في إثباتات على المصاريف اللي دفعها وهيك. 100% أكيد. ليك سعيد المارون إنسان نظيف وشريف وعصامي وعم يشتغل كتير وعم بيحافظ على اسمه، يعني اسمه معلش هو عمل اسمه بحاله بحاله، والناس كلها بتشهد له بتعرف عنه مصداقيته وحسن تعامله. منه مضطر أبدا، مش عم دافع عنه أنا، بس منه مضطر يجي لسمح الله يحتال عمطلق إنسان لحتى لي يعمل أي بزنس معين، ما هو اسمه حقه فلوس. ليش رباب معلش ليش ست رباب شاركته تحديدا لسعيد المارون؟ ليه ما شاركتني لألي أو لألك؟ شاركته تحديدا لأنه حسام عرف عليه. لا لأنه اسم سعيد المارو. حسام قبل سعيد. ما خص حسام أوكي عرف عليه، بس ليش قبلت الشراكة مع شخص مثل سعيد المارو؟ لو ما سعيد المارو هو بحد ذاته اسمه ملايين ملايين الدولارات، ولا شراكته ليه؟ ليش شراكته؟ إله اسمه مثل ما بتقول. طبعا هذا الاسم كله حقه فلوس، يعني شراكة سعيد المارو ما شراكة إكس ولا إجراك من الناس. ومعروف مين سعيد. ومعروف مين سعيد المارو ومعروف شغله ومعروف هو مين هو. نعم. بتقول طيب. ما دفع سعيد المارو أكيد دفع ولا ما دفع؟ سعيد المارو اسمه حقه ملايين. أنا سألت قلت له ما زال في علاقة وطيدة بتربطك بينك وبين عائلتك وبين عائلة سعيد ومدامته جيهان وحسام، ليش ما انحليتوا هذا الموضوع حبيا قبل ما تفوتوا على القضاء؟ قلت لي نحن حاولنا ولكن سعيد كان كتير متوتر وعلى صوته وحكي كلام يعني ما بيرضي، فهذا الشيء ما فتح مجال انه ليكون في صلحة او يكون في اذا بدك تصليح للموضوع. ليك انا قضية انه على صوته سعيد او ما على، انا بفضل يا ريت تكون بالمؤتمر تطرح عليها الموضوع. سعيد انسان مهذب ولايق، وما بتصور ابدا انه سعيد يتصرف بشيء من هالنوع. بيكونوا طرحوا عليه مواضيع بحال التوتر يمكن موجودين، ما بس ما هو ما تعدى باي كلام على هيدي، انا مأكدة 100% لانه انسان حقيقه بيحترم الغير وانسان فنان. الفنان بيكون انسان حساس صحيح. منه هاوي مشاكل ولا لاحق مشاكل، هو بده يكون مثال يعني بده يكون طبعا هو هيك، هو بده يكون مرتاح ليعطي وينتج. نعم. هلا شو خلفيه انه هن ست رباب بطلت ما بقى بدها الشراكة؟ يا ريت تسألوه، أنا بتمنى تطرحوا عليها السؤال. ليش؟ ليش ليش عم تقطع المسافة بثلاث أرباع الطريق؟ ليه؟ هلا احنا عرفنا إنه ما بقى بدها الشراكة لأنه عارف إنه في احتيال بالموضوع إطلاقا. وين الاحتيال؟ معلش لما سعيد الماروق القضاء بيطلعه هو توقف 20 يوم، صدقني كان يعني كان حرام أساسا يفوت، هذا كله نزاع مدني محض، بس هو توقف 20 يوم. لما القضاء بيطلعه بدون أي كفالة شخصية، وهيدي بدي ركز عليها، بيطلعوه بغض النظر قد ايه قيمة كفالة الحضور. نحن عم نحكي كمحامين وقانون، لما بيطلع الشخص بكفالة حضور وبدون أي كفالة حقوق شخصية، معناتها ملفه لسعيد ما في أي شيء من الاحتيال إطلاقا، وحطوا له كفالة الحضور بس ليحضر الجلسات في حال هالملف استمر بجلساته. بس نحن قانونيا بنعرف انه التوقيف ما بيتم بين 20 و25 يوم. نعم. في سبب ما وعلامة استفهام لحاول انه توقيفه اكثر من الوقت اللي لازم يتوقف فيه، يعني شخص متهم ما بيتوقف هالتوقف هيدا يعني هالدرجة هالوقت هيدا. هلا الوقت يمكن بين ما تحولت الملف من محل لمحل تاني لقاضي التحقيق لقدموا له، ومع الويك اند صارت بتصير. طيب نحن عرفنا انه وصل انذار، نحن بهمنا النتيجة كيف طلع. نعم. سعيد المارون طلع سعيد المارون بدون أي كفالة حقوق شخصية ولا قرش، ولنذكر دفع 100 مليون ليرة كفالة حضور. كفالة حضور. نعم. نحن عرفنا أنه وصل إنذار للست نضال أحمدية صاحبة مجلة الجرس. نعم. أنه هي إنذار من حضرتك. نعم بعتقد. مني. نعم. هو الإنذار شو بالضبط لنوضح أكثر منك؟ الإنذار لأنه نحن عم نحاول حقيقة نوضع حد لهالتشهير وهالإساءة. نعم. وانا هلا كثير بس هي خليني احكيك بصراحه بموضوعيه، وانا معروف عني حيادي يعني. نعم. كصحافي عم يعمل واجبه، ليش بده يكون في انذار لصحافي انه انت انا بعمل واجبي، انا اليوم عملت مقابله مع ست رباب، اليوم عم بعمل معك مقابله، بكره حبعمل مع سعيد مقابله. لا انا حضرتك يا استاذ زكريا لما عملت المقابله مع ست رباب قلت لها حرفيا انه انا بدي اشوف وجهه نظر الطرف الاخر. طيب. والإنسان لحتى لي يكون يوضح الأمور بطريقة مزبوطة، لأنه في إعلام والناس عم تقرأ وعم تسمع. نعم. لما نحن عم نسمع على الجرس صارت الرك بس الإنذار شو هو لنذكر فيه بس؟ لا الإنذار عم قل لأنه لا مجلة الجرس لما بدك تعرضي أو تنشري أي شيء تحققي منه واسمعي الطرف الآخر. ما تعطي معلومات خاطئة. هذا ما لازم يكون إنذار، لازم يكون تنبيه. إذا مش إذا إنذار. إذا حق لك، إذا حق لكم تعملوا هيك. هلا أنا بعتبر ما لازم، ما بحق لكم تعملوا هيك. لا بحق لنا كيف ما
ما بحق لنا لأنه الصحافة بحق له ياخذ شو ما بده من الطرف الأول طرف آخر. بس شغلة تانية بدي أقولها، نحن عنا أدول المطبوعات، أنت أو حدا تاني شو عرفكم أنه الست نضال أو مجلة الجرس بشكل عام مش حترجع تعمل لقاء مع الطرف الآخر؟ نتمنى، نحن منتمنى. ايه ما انت عم بتقولي انه هي حب عملت لقاء بس مع رباط.